يقول في ملخص رسالته إنه أدى جميع أعمال الحج إلا في نهايتها لم يقم بتقديم الهدي كما سمى كما هو توجيه الشخصات. إذا كان أحرم متمتعا أو قارنا بين الحج والعمرة فإنه يجب عليه الهدي، قوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الفدية تجب على المتمتع وهو الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، وكذلك القارن بين الحج والعمرة وهو الذي نوى بإحرامه عمرة وحجا ولم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع، فالبقي على إحرامه حتى أدى مناسك الحج، وتكون العمرة تكون أفعال العمرة داخلة في أفعال الحج، ويجب عليه فدية كما يجب على المتمتع لأنه جامع بين نسكين. فإذا لم يكن فدى في حجته تلك فإن الفدية باقية في ذمته، إن كان يستطيع ذبحها فإنه يذبحها قضاء، لكن يذبحها في مكة، لا تذبح الفدية إلا في مكة، إما بأن يتولى ذبحها بنفسه أو بأن يوكل من يذبحها في مكة ويأكل منها ويهدي ويتصدق من لحمها. فإن كان لا يستطيع الذبح لأنه فقير فإنه يصوم عشرة أيام، قوله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قد فاتت الثلاثة التي في الحج فيصومها مع السبعة تكون عشرة كاملة إذا لم يستطع ذبح الهدي. جزاكم الله خيرا.